ايه في صوره برضو مهمه جدا يعني يا كابتن خالد بعد اذنك لو نقدر نعلق عليها، بدايه السلام الكابتن خطيب والنبي يا سمير لو سمحت وهو بيسلم على لاعبات السله. انا بحس ان الكابتن يعني البنات وهم حتى لما كانوا ضيوفنا يقولوا لي يعني احنا بنشوف الكابتن خطيب كده انت فاهم بنقف نبص كده، ده هو ولا ده ايه ده يعني ده بجد كابتن محمود ولا؟ بص هكلمك بصراحه شديده، وفي حاجه انا لامسها، وجود كابتن محمود في وسط اللعيبه بيديهم شكل مختلف. هم بص يعني مش هنتكلم على كابتن محمود كثيرا لان لا طبعا مش محتاج نتكلم عليه، لكن هو بصراحه دخلته في الكلام واسلوبه هو دايما بيأكد على حاجه طبعا لا دخلته في الاول انا عارف دخله هو بيسلم مستنيين بص دخلته في الكلام عليهم بيقول ايه احنا عدينا اللي فات ده خلص خلي بالكم اللي جاي مهم جدا جدا جدا، اللي الماتشات اللي جايه دي ما تفتكروش احنا بقينا ابطال، لا احنا عايزين اللي جاي وده شعار النادي الاهلي محتاجين اللي جاي. اي بطوله بناخدها في التاريخ لكن هو فعلا بيعمل فارق، هو بيعمل فارق. خلي بالك النازله دي كابتن محمود الحمد لله ده في العيد، ايوه انا عارف، فبقول له يا كابتن احنا ثاني يوم العيد، ده كان بنات الهاندبول في الباسكت كابتن ده ثاني يوم العيد قافش اجازه، قلت له يا كابتن اجازه العيد قال لي مفيش اجازه. هو ما شاء الله عليه بصراحه يعني داعم لكل الامور، طبعا عنده مشاغل كثيره جدا جدا لكن لا ينسى دائما وابدا الفرق، لان كانت البطوله دي كان اصلهم بطوله سوبر بالباسكت، كان اللقطه دي كانت لسه اصلهم بطوله سوبر في السيزون ما خلصوهاش. مره كابتن خطيب بمناسبه الصحيان بدري والكلام ده كله، كابتن خطيب والله مره الصوره هي اللي حضرتك كنت عايزها بص في وسطهم هو بيقول لهم على فكره كلام كويس جدا، بيقول لهم انتوا ما شاء الله مبروك لكن لازم عندنا بطوله مهمه جدا جدا وهي بطوله السوبر اللي جايه. بالمناسبه النهارده كان في اجتماع مجلس اداره كابتن خطيب مشاني بدري عشان اجي لك طبعا، ده بالمناسبه. لا طبعا ما كابتن خطيب انا بفهمك بس يعني كل حاجه بتبقى خلي بالك كل حاجه بتبقى بالتنسيق في مع الكابتن ومع كل الناس يعني واستاذ جمال وكل الناس الحقيقه دايما بتبقى واقفه في ظهر قناتها لانه في النهايه الحقيقه كلنا منظومه يا اسلام كلنا واحد بالظبط يعني الاهلي بتكمل النادي الاهلي بتكمل طبعا كل واحد يعني. فمره كابتن خطيب لقيت خالد بيبو بيكلمني فبكلم بيبو خالد فبكلمه خالد يعني انت فين وبتاع، الساعه كانت 9 ولا 8 ونص 9 كده، قال لي لا اصل الكابتن خطيب كان عندنا الساعه 6 ونص. قلت له 6 ونص ايه؟ قال لي من شويه من ساعتين. قلت له 6 ونص الصبح؟ قال لي قلت له ايه؟ قال لي لا جاي اتفرج على شوف احنا بنعمل ايه الدنيا. قلت له 6 ونص الصبح؟ قال لي 6 ونص الصبح. على فكره انا مش بقول الكلام ده، انا الكلام ده عندنا منه حاجات وفيديوهات الكابتن ما رضيش حتى خلينا ننزلها والله. لا انا هقول لك حاجه، قال لي بقول لك ايه في المشاكل 3 4 الفجر تليفون مفيش مشكله يعني في عز ازمات مشاكله، هو طبعا رئيس مجلس اداره عنده مشاكل كتير طبعا يكلمك 3 و4 الفجر ايوه انا بقول لك ويسال على كل حاجه ويسال على التفصيل ويسال كذا ويعمل كذا يعني لا ربنا يكرمه بصراحه، هو ومجلس ادارته بصراحه حاجه هايله مشكورهم جدا جدا. هم الكل بيتعاون لشيء واحد فقط طبعاً. وهو مصلحه النادي الاهلي الحقيقه. طيب هنكمل كلامنا زي ما قلت لحضراتكم، ابعتوا لي برضو على العوضي في قناة الأهلي أي سؤال فيما يخص الطائرة سيدات أو الطائرة رجال، أي حاجة أي حاجة حضراتكم عايزين تسألوا فيها كابتن خالد العوضي هيرد عليها وبمنتهى الصراحة.